يسلمك. تأخر علينا أبو نايف دقيقتين. عشان كذا أنا أقول لك الحديث لك. أنا أقول لك متأهل لا تكلمني. عرفت يحق لي الحين ما لا يحق لغيري. قول يا أبو نايف. يعني دائما يقولون قمة التعبير العجز عن التعبير. يعني بصراحة اللي أنا المشهد اللي أمامي كأنه يعني ولي العهد سوى دعوة للجماهير السعودية لحضور الحفلة هذه. يعني يمكن الشخص الوحيد اللي في عز الانكسار في مباراة الإمارات، وإحنا شفناها الكل في الغالبية الكل رفع الأعلام البيضاء وبدأ يندب، إلا هو الشخص الوحيد اللي مع ذلك هو اللي آمن باللاعب السعودي بالمواطن السعودي، آمن إن إحنا لازم نوصل. ولما القائد يصير ملهم بالشكل هذا أكيد الروح هذه تنتقل للجنود اللي هو وثق فيهم. فلما تشوف الشخص هذا وجوده بالبساطة اللي عنده لا بروتوكولات يعني والنجاحات اللي موجودة الحمد لله رب العالمين. ترى حضر اليوم يا أبو نايف ولا أقطع كلامك، ترى حضر اليوم ما حضر على أنه مسؤول، حضر مشجع. أنت لاحظت يعني ما في لا بشت ولا ناس موجودين، حاضر تحسه مشجع. معسس كذا. أنا أقول لك وبعدين يعني في تواصل بينه وبين اللاعبين، حتى إشارات للاعبين واضح أنه أصلاً واضح أن في حديث قبل المباراة معاهم، يعني واضح انهم جالسين يرسلوا له رسائل وهو في نفس الوقت.